تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات مغاربية. هذه هي الحلقة 13 من سلسلة حلقات عن تاريخ الجزائر الحديث، نخصصها لعرض قصة حياة الأمير عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الجزائري في ظل استعراض تاريخ المقاومة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي. دار الحوار في حلقة الأمس حول طبيعة مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري بعد خروجه من الجزائر في 1847، وفي حلقة اليوم نواصل نقاشنا حول شخصية الأمير عبد القادر من خلال كتاباته وما كتب عنه في الكتب الغربية والعربية. ضيوف اليوم معي في الاستوديو الأكاديمي والباحث الجزائري الدكتور عبد اللطيف بالطيب، الأستاذ بجامعة دندي باسكتلندا، وعبر الهاتف من الجزائر الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس قسم اللغة في جامعة الجزائر، والأستاذ الدكتور إبراهيم مياسي أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر. وأهلا بكم بالمشاهدين الكرام في كل أنحاء العالم. بداية دكتور محمد الأمين، متى ظهر الأمير عبد القادر الجزائري الكاتب والشاعر؟ في أي فترة بدأ الكتابة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. السادة الأفاضل في المستقلة، السادة المشاهدين في جميع الأنحاء المعمورة، تحيتكم طيبة، وأقول إن الأمير عبد القادر أمير السيف والقلم كان منذ الصبا يقرئ شعرا ويقول ما كان يقول أسلافه العرب في وصفه للطبيعة ولجواده وسيفه، وتطور القول الرزين للأمير عبد القادر في شتى أنواع خصائص الشعر العربي الفنية والموضوعية، بمعنى أن الأمير عبد القادر الشاب كان ناظما وشاعرا موفقا، وله قصائد عديدة جمعت فيما بعد في دمشق في ديوان الأمير عبد القادر. أما قضية التأليف، يبدو أن الأمير عبد القادر مما نملك من مستندات ووثائق رسمية أن من بين أهم ما كان يدبج الأمير عبد القادر أثناء قيام دولته هي مجموعة من الرسائل الدبلوماسية، فقد كان الأمير عبد القادر عالما أديبا فنانا يقدر حق الكلمة قدرها، ولذلك فلن تمر حاجة على الأمير عبد القادر في علاقاته الدبلوماسية أو غيرها إلا وكان له المراجعة تلو المراجعة، كما كان في كثير من الأحيان كما تذكر الدراسات الأجنبية الفرنسية نفسها أن الأمير عبد القادر كان يراجع ما كان يترجم له ليون روش من 37 إلى سنة 1839. لكن بوادر الكتابات الأولى التي نملكها كمؤرخين على الأقل أن الأمير عبد القادر كان قد كتب رسالة. نعم. هذه الرسالة تتمثل في إجابة لإشفاء غليل سائل مقيم تحت سلطة الاستعمار الفرنسي في سهل متيجة. هذه الرسالة هي التي فيها تقريب نوع من الرد على كتاب أو على رسالة ابن الكبارتي الذي جوز إقامة مسلم تحت سلطة الاحتلال إذا كان لا يملك إلا المقام وإذا تحققت له بعض الشروط كأداء الصلاة وكثير من فروض دينه. وكان ابن الويلة صاحب الكتاب وهو من كبار مؤرخ الأمير عبد القادر وكتابهم، كان قدور بن الويلة قد أشار إلى هذه الرسالة في كتابه وشائح الكتائب، وقد نشرت في فترة ثمانينيات القرن الماضي هذه الرسالة مع رسالة ابن القبارطي، ورسالة أخرى هي للونشريس العلامة الجزائري أثنى المتاجر في من تغلب النصارى على وطنه ولم يهاجر وما يلقى كذا من الزواجر، نشرها المغفور له بإذن الله عز وجل الدكتور محمد بن عبد الكريم الجزائري تحت عنوان ثلاثة رسائل جزائرية في الهجرة. أعتقد أن هذه أولى بوادر ظهور
شخصية الأمير المفكر والباحث والكاتب والمجادل. والشيء الذي يجب علينا أن نذكر به المستمع الكريم في هذه الوقفة حول شخصية وقامة ومكانة الأمير بين علماء ذلك الزمان، أن الأمير عبد القادر كان مشاركا في علم الكلام والتصوف والأدب واللغة وغير ذلك من فنون ما كان يتعلمه القدماء في المساجد والمدارس وغيرها. فقد تعلم الجغرافية والتاريخ والفلسفة والكلام على أحمد بن الطاهر في منطقة أرزيو، وتعلم أشياء كثيرة جدا على والده وعلى محيطه الثقافي الذي كان يشتهر كأسرة عالمة، بما في ذلك جدها الذي له تعليقات على كتب صوفية. كان الأمير عبد القادر لما استقر به المقام في دمشق قد قدم تعليقات على هذه الحاشية. أعتقد والله تعالى أعلى وأعلم هذه ما البوادر الأولى أو ما يمكن أن نستشفها من خلال التراجم العديدة الموجودة عند ابن البيطار والموجودة عند ابن مخلوف والموجودة عند أبو القاسم الحفناوي وغير هؤلاء الرجال الذين ترجموا لسيرة الأمير عبد القادر. نعم، كما أن الدكتور محمد كتبها الحاج ابن التهامي هو الآخر يذكر للأمير كتابات ورحلات وأبحاث وأعمال ورسائل لم يصلنا منها إلا النذر القليل، ولكن الشيء الثابت أن هذه القصائد التي قيلت في الجزائر قد وصلتنا من خلال ديوانه. لكن دكتور محمد الأمين بالغيط، يعني ما هي أهم المدارس الفكرية التي تأثر بها الأمير عبد القادر الجزائري؟ والله موضوع تأثر الأمير عبد القادر بالمدارس الفكرية هذا موضوع كما أذكر دائما طلابي تشق من أجله المهج. الأمير عبد القادر هو ابن ثقافة القرن 19، قرأ الكلام ودرس التصوف ودرس الفلسفة بتعبيرنا المعاصر وعلم الجدل والفرق الإسلامية، إضافة إلى العلوم الشرعية من فقه وحديث وإلى غير ذلك. وقد كان الأمير عبد القادر قواما على كتاب الله عز وجل، قواما على البخاري الذي كان له إجلال خاص عند المغاربة عموما وعند الجزائريين بصفة خاصة. وقد كان الأمير عبد القادر يجل أيما إجلال صحيح البخاري، بل كان الجزائريون والمغاربة من أقصى حدود مصر الغربية إلى المحيط الأطلسي يحلفون على البخاري. وبالتالي فقد كان الأمير عبد القادر حينما استقر به المقام في دمشق يدرس كتاب البخاري، وكان يقيم له ختمة في نهاية كل سنة في شهر رمضان المعظم. طبعا الحديث عن الطيارات والمدارس التي تأثر بها الأمير عبد القادر، مما يحضرني من قراءاتي المتواضعة جدا في هذا الموضوع أن الأمير عبد القادر كان فقيها ودارسا وشاعرا وعالما وعارفا بثقافة عصره التي كانت عبارة عن ثقافة موسوعية بتعبيرنا المعاصر. هذه الثقافة الموسوعية فيها اللسان العربي، فيها النحو والصرف والقواعد وحفظ الأجرومية وحفظ كل المسانيد الخاصة بالعربية. وهناك طبعا كما هو معروف قراءة لكتابة أرسطو وإيساغوجي وغيرها من كتب الكلام والفلسفة الإغريقية، كما كان علماؤنا وعلماء السلف ينكبون على دراسة كتب العقائد وغيرها من الكتب حتى يتمكن الرجل فيهم تمكنا من علوم الإسلام وعلوم الأوائل أو العلوم القديمة كما كانوا يقولون. وأترك لكم فرصة لضيوفكم الآخرين يستكملوا بهذا ما جاء من أثار للأمير عبد القادر. نعم، يبقى دكتور محمد الأمين بغيت وانتقل إلى الدكتور عبد اللطيف. دكتور عبد اللطيف، هل لديك إضافة فيما قاله الدكتور محمد بلغيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الأمير بخصوص كتابة الشعر أو كتابة النثر أو الرسائل أو المؤلفات، يبدو لي حسب ما أكد الدكتور أيضا أنه كان يعتبر الشعر منذ صباه، ولو أنه كما ذكر المؤرخون أنه لم يدرس قواعد الشعر، يعني كان يرتجل الشعر بشكل عفوي. نعم. وهو مثلا يخوض المعارك، وهو مثلا يصيد مثلا صيده. أما بخصوص خلينا نقول أن نستطيع أن نقسم ما ألف الأمير إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الشعر، والقسم الثاني اللي هو النثر، أو نقسمه إلى